وللحديث أكثر عن بيان المجلس الإسلامي السوري ينضم إلينا الدكتور حسان الصفدي الناطق الرسمي باسم المجلس الإسلامي السوري. يعني المجلس الإسلامي يعلنها صراحة، جبهة فتح الشام عدو قاطع طريق، خبيث بثوب ناسك، بغاة صائلون معتدون. هل قطع المجلس الإسلامي السوري شعرة معاوية مع فتح الشام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لك أخي الكريم والتحية للمشاهدين الكرام جميعا. الحقيقة القضية ليست هي شعرة معاوية أو غيرها، نحن منذ اليوم الأول لدينا ملاحظات منهجية ولدينا ملاحظات أدائية على ما يسمى جبهة النصرة. جبهة النصرة في الأصل هي تفكير تنظيم القاعدة، هي تابعة لتنظيم القاعدة. هذا التنظيم الحقيقة فيه مشاكل كبيرة جدا من ناحية فكرية، من ناحية الغلو، ولديه مشاكل حقيقة كبيرة جدا يشهد بها القاصي والداني في أدائه العملي حول يعني استباحة الدماء والاستكثار منها، وأيضا يعني الخوض في دماء المسلمين وخاصة أهل السنة، إن كان هذا الأمر في أفغانستان أو في العراق أو في سوريا. فالملاحظات كانت منذ اليوم الأول. الحقيقة كانت المحاولات جادة على أن نبني على ما كان يعلن من قبل جبهة النصرة بأنهم جاءوا من أجل نصرة أهل الشام، وأنه ليس لديهم أجندة خاصة وليس لديهم مشروع خاص وليس لديهم تبعية لأي مشروع عابر للقارات أو عابر للحدود. لكن ما ثبت حقيقة من خلال الأداء العملي خلال السنوات الخمس السابقة جميعا بأنهم يعني غلاة، وأنهم للأسف يعتبرون أنفسهم على الحق المبين وأن ما سواهم هو على الباطل، وأن على الجميع أن يستمعوا إلى آرائهم وينضوا تحت لوائهم، أو إذا لم يفعلوا ذلك معنى ذلك أن هذه المجموعات أو الفصائل أو نعم. الثوار ليسوا على الطريق المستقيم. نعم دكتور، يعني هذا هل هذا البيان عفوا يعني دعوة لقتال فتح الشام وفتح جبهات الفصائل باتجاه هذا الفصيل برأيك؟ الدعوة ليست لقتال أحد بل للدفاع عن النفس. الحقيقة فتح الشام يعني في أكثر من مرة خاضت معارك صفت من خلالها عددا من الفصائل السورية المجاهدة تحت ذرائع ومبررات شتى لا معنى لها، ثم الآن هي تخوض، يبدو أنها تريد أن تصفي جبهة الشمال السوري من كل فصيل آخر غير فتح الشام، وهم قد بدأوا بجيش المجاهدين، وأعتقد أنهم يعني ابتدأوا ثنوا في الجبهة الشامية، وهم الآن على معارك مع فصيل آخر صقور الشام وهكذا. أعتقد أنهم الآن يعني يخوضون معركة نعم. استئصال كامل لكل الفصائل الموجودة في الشمال السوري. نعم، المجلس الإسلامي يعني دعا الفصائل للاندماج والتوحد، هل هذا يحل الإشكال مع فتح الشام أم أن الإشكال بفكر القاعدة الذي تحمله الجبهة؟ الأمران معا أخي، الإشكال في فكر تنظيم القاعدة وفي فكر فتح الشام، وأيضا المشكلة الثانية هي في قضية عدم توحد الفصائل المجاهدة السورية، لأنه عدم توحدها يسهل على الخصوم إن كانوا النظام أو الميليشيات الطائفية التي تقاتل معه أو فتح الشام أو غيرها أو داعش أن تستفرد بهذه الفصائل وأن تصفيها. يعني دكتور، ما الهدف من الدعوة للنزول إلى الشوارع؟ هل ستكون ثورة شعبية على فتح الشام؟ بدون شك، يعني يجب أن يقوم السوريون المدنيون بالدفاع عن ثوارهم، الدفاع عن أبنائهم، الدفاع عن بلداتهم، عن قراهم وعن مدنهم، لأن هذا الأمر إذا استفحل فتح الشام هو تنظيم يعني بالأصل إما أن تقبل بما هو عليه من آراء وإما أن يستأصلك، ثم يعني هذه القضية هي الخطورة على الشعب السوري بعمومه وليست على بلدة معينة أو مدينة معينة. لا يمكن لهذا الزحف الغالي أن يتوقف إلا من خلال ردعه من قبل الحاضنة الشعبية السورية. نعم الدكتور حسان الصفدي الناطق الرسمي باسم المجلس الإسلامي السوري، شكرا جزيلا لك.